يعتبر المؤتمر فرصة لالتقاء الباحثين المتخصصين في علوم الصحة والتغذية من الإمارات ومن المنطقة، ورح يعني يبحثوا في مواضيع مختلفة أهمها الأمراض المتعلقة بمرض السكري وأمراض القلب وزيادة الوزن والتغذية بشكل عام. في الكلية عندنا مجموعة من الباحثين المتميزين في مجالات الصحة والتغذية، ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لالتقاء الطلبة والباحثين المتميزين من داخل الجامعة وخارج الجامعة، ويعتبر أيضا فرصة للطلبة لاستعراض نتائج بحوثهم على يعني مدى يومين. أهمية المؤتمر هو الانتراكشن بين الطالب والأستاذ والأكاديمية والإندستري، وتعرفوا على أحدث الأبحاث اللي صارت في هالمجال، وبالأخص بنطاق السمنة ومحاربة السمنة والتغذية بالإجمال. في طالبات عملنا بحث عن سكول انترفنشن، يعني تدخل غذائي للسكولز. تابعنا مجموعة طلاب مدارس في مدرسة المدارس الشارقة، تابعناهم بأخذ أوذانهم وطولهم وبالنمط الغذائي تبعهم، وعملنا لهم انترفنشن، يعني تدخلنا وعملنا لهم أويرنس بروجرام لنشوف كيف تغير الوزن ومحيط الخصر والتناول الغذائي تبعهم، ونشوف شو علاقة التدخل.